بسم الله، نبدأ شرح كتاب كيف تطقي الآجرومية الاستثناء. قال ابن آجروم رحمه الله: وحروف الاستثناء ثمانية، أو ممكن نسميها أدوات الاستثناء، يعني لأن يعني مثلا غير وسوى ليست أحرف، غير وسوى وسواء ليست أحرف يعني. طيب هنا مثلا عندنا إلا وغير وسوى وسوى، يعني ممكن نقول سوى وممكن أن نقول ماذا؟ سوى، يعني بكسر السين أو بضمها. وسواء مثل سوى، مثل سوى بالضبط. وخلا وعدا وحاشا. إذا عندنا إلا هي حرف استثناء، وعندنا وغير وسوى وسوى وسواء بمعنى واحد، بمعنى إلا أيضا، ولكنها يعني مثلا غير وسوى هي أسماء يعني في الأصل على الراجح يعني. وخلا وعدا وحاشا تستعمل أحرف وتستعمل ماذا؟ أفعال يعني، وسنتحدث عنها بالتفصيل. المهم هذه نسميها أدوات الاستثناء، والأفضل أن نكون أدوات الاستثناء. لماذا؟ لأنها إلا هي من الأحرف، لكن يوجد منها أحرف ومنها أفعال، لأن مثلا خلا وعدا تستعمل أحرف وتستعمل أفعال هكذا يعني. المهم، ومعنى الاستثناء هو إخراج الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء من حكم المستثنى منه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما نقول حضر الطلاب إلا زيدا، زيدا نسميه مستثنى، والطلاب مستثنى منه لأنني استثنيت منه زيد. طيب، وهو إخراج الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء من حكم المستثنى. يعني أنا مثلا قلت حضر الطلاب، أنا حكمت على الطلاب بالحضور وقلت حضر الطلاب إلا زيدا، إذا معنى ذلك أنا أخرجت زيدا من حكم الحضور. وهذا ما هو إخراج الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء من حكم المستثنى منه، لأن الطلاب مستثنى منه، حكمت عليهم بالحضور، ولكني أخرجت زيدا من حكم الحضور. فزيدا طالب متطلب، لكنه خرج من حكم الحضور. لذلك نقول حضر، نسمي هذا مستثنى منه، ويعرف حسب موقعه في الجملة. إلا أداة استثناء زيدا يسمى ماذا؟ مستثنى. إذا معنى ذلك أركان الاستثناء: الركن الأول وهو المستثنى منه، يعني أنا أستثني منه كذا، قد يكون مذكورا في الكلام أو غير مذكور، يعني ممكن يذكر وممكن يحذف. فمذكور مذكور مثلا نقول حضر الطلاب إلا زيدا، مذكور ممكن يحذف، نقول ما حضر إلا زيد، ولكن المعنى هو يختلف. ما حضر إلا ماذا؟ زيد. هنا عندما قلت حضر الطلاب إلا زيدا، أنا أخرجت زيدا من حكم الحضور. أما هنا أنا حكمت على زيد بالحضور هنا، أو حكمت أنه ما حضر إلا زيد. المهم المستثنى منه يعرف حسب موقعه في الكلام. طيب أداة الاستثناء هي ركن أساس لا تحذف، يعني لابد أن توجد، إذا لم توجد فلا يوجد استثناء. وهي حرف كإلا أو اسم كغير وسوى إلى آخره، وسوى وحرف ممكن تكون حرف جر أو فعل، لأن خلا وعادة قد تستعمل حروف وقد تستعمل أفعال، وسنشرحها إن شاء الله. طيب الركن الثالث وهو المستثنى، وهو ركن أساس أيضا، وهو الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء. يعني أقول مثلا حضر الطلاب إلا زيدا، إذن هنا نلاحظ أن زيدا هنا ماذا؟ يسمى المستثنى، لأنني استثنيته من حكم الحضور أو حضر الطلاب. إذن هنا زيدا في جميع الأمثلة أقول حضر الطلاب إلا زيدا، هذا نسميه مستثنى. حضر الطلاب غير زيد، هذا نسميه مستثنى. حضر الطلاب ما عدا زيدا، لأنني استثنيت زيدا من حكم الحضور. قال ابن أجرون رحمه الله: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. ما معنى تام موجب؟ تام يعني ليس ناقص، يعني المستثنى منه موجود، وموجبا يعني ليس منفي. نحو قام القوم إلا زيدا، إذا زيدا هنا مستثنى منصوب. لماذا؟ لأن الكلام تام موجب، تام لأن المستثنى منه موجود وهو القوم، وموجب يعني ليس منفي.
وخرج الناس إلا عمرو نفس الأمر. وإن كان الكلام منفيا تاما، يعني منفي لكنه تام، منفي يعني توجد أداة نفي، تام يعني المستثنى منه موجود، جاز فيه البدل يعني جاز إعراب المستثنى بدل من المستثنى منه، والنصب على الاستثناء يعني يجوز أن ينصب على أنها مستثنى، يعني يجوز أن تقول قام القوم إلا زيدا أو إلا زيد. لو قلت طبعا لأنه منفي، لو قلت قام القوم إلا زيدا، زيدا مستثنى منصوب، ويجوز أن تقول قام القوم إلا زيد بالرفع لأن القوم طبعا فاعل مرفوع والبدل يتبع ما قبله في الإعراب، إذن زيد بدل. وإن كان الكلام ناقصا، ما معنى ناقص؟ يعني المستثنى منه ليس موجودا، ناقصة. إذن كان على حسب، يعني حسب العوامل، يعني يعرف حسب موقع في الجملة، يعني قام إن ما قام إلا زيد، إذن زيد فاعل لأن هو الذي قام بالقيام، وما ضربت إلا زيد، زيد مفعول به، إذن يعرف حسب موقع في الجملة. لماذا؟ لأن المستثنى منه ليس موجودا. وما مررت إلا بزيد، انظروا مجرور. طيب أمثلة، انظروا مثلا تفصيل إعراب المستثنى بعد إلا، هنا بعد ماذا إلا، له ثلاثة إعرابات. أولا يجب نصبه إذا كان الكلام موجب. ما معنى موجب؟ يعني ليس منفي أي غير منفي. طب موجبا تاما، ما معنى تاما؟ يعني المستثنى منه مذكور، انظروا، يعني عندما نجد إثبات زائد مستثنى مذكور زائد إلا، بعد ذلك يكون ماذا؟ مستثنى منصوب وجوبا. نتقول مثلا قام القوم إلا زيدا، زيدا هنا مستثنى منصوب. لماذا؟ لأن أسلوب الاستثناء هنا تام موجب. طيب تام يعني المستثنى منه موجود وهو القوم، موجب يعني ليس منفي، إذن هنا منصوب وجوبا، لذلك القوم فاعل مفعول، لأننا قلنا أن المستثنى منه يعرف حسب موقعه في الجملة. طب زيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب متى يجوز أو جواز نصبه على الاستثناء وجواز إعرابه ماذا؟ بدلا من المستثنى منه، ولكن متى؟ إذا كان منفيا يعني مسبوق بنفي تام، انظروا، يعني عندما نجد نفي بعد ذلك مستثنى مذكور بعد ذلك إلا، إذا المستثنى منصوب أو بدل من المستثنى. يعني تقول ما قام القوم إلا زيدا، يعني يجوز أن تقول زيدا بالنص وزيد بالرفع. لماذا؟ لأن المستثنى منه منفي تام، منفي تنفي عن المستثنى مذكور لكنه منفي. إذن هنا إعراب زيد ممكن أن تقول، يجوز أن تقول مستثنى منه منصوب، وممكن أن تقول زيد بدل من ماذا؟ من القوم مرفوع، لأن البدل يتبع ما قبله في الإعراب. إذن هنا تقول القوم فاعل لأنه مستثنى منه يعرب حسب موقعه في الجملة، وزيد مستثنى منصوب عن نصب الفتح، ويجوز إعراب المستثنى زي بدل من المستثنى منه القوم. انظروا الفرق بين هذا المثال، قام القوم إلا زيدا وما قام القوم إلا زيدا، انظروا فقط النفي. طيب يعرب حسب موقع في الجملة، متى يعرب المستثنى حسب موقع في الجملة؟ إذا كان منفيا ناقصا، يعني منفي وفي نفس الوقت ناقص، المستثنى منه ليس موجودا، أي لم يذكر فيه المستثنى منه، يعني عندما نجد نفي والمستثنى منه محذوف يعطينا ماذا؟ مستثنى يعرف حسب موقعه في الجملة. يعني تقول ما قام، أنا لم أذكر القوم هنا، ما قام إلا زيد، إذن هنا انظروا ما قام الذي لم يقم إلا هو زيد، إذن زيد هنا فاعل. أو انظر لو حذفت هذا وحذفت هذا، انظروا كأنك تقول بالضبط قام زيد أو ما قام إلا زيد. فلو قلت قام زيد أنت حكمت على زيد بالحضور، ولو قلت قام زيد أنت حكمت على أنه لم يقم إلا زيد. طيب إذا زيد هنا فاعل مرفوع يعرب حسب موقع في الجملة، فزيد فاعل كأنك قلت بالضبط قام زيد. إذا هنا بطريقة أخرى إعراب المستثنى بعد إلا، طبعا هنا قلنا أنه يجوز النصب على الاستثناء إذا كان الكلام ماذا؟ تام مثبت، ويجوز النصب على الإبدال، يجوز النصب والإبدال، يعني أي يجوز أن يكون مستثنى منصوب أو بدل من مستثنى إذا كان الكلام ماذا؟ تام منفي. وإذا كان الكلام منفيا ناقصا، يعني لم يذكر المستثنى منه، يعني مسبوق بنفي أو نهي واستفهام، يعرب حسب موقع في الجملة. انظروا مثلا
حضر الطلاب إلا طالبا. إذن طالب مستثنى منصوب. لماذا؟ لأن المستثنى تام يعني المستثنى منه مذكور، وماذا؟ وموجب يعني ليس منفيا. إذن طالبا مستثنى. أو ممكن تقول قام القوم إلا حمارا، إذن هنا مستثنى منصوب. طيب هنا يجوز الوجهان لو كان منفيا، يعني تقول ما نجح الطلاب في الامتحان إلا طالبا، إذن تقول طالبا مستثنى منصوب وطالب بدل من المستثنى منه. أو ما قام القوم إلا حمارا أو حمار. طيب انظروا مثلا يعرف حسب موقعه في الجملة. إذا كان الكلام منفي ناقص، انظروا مثلا ما رأيت إلا محمدا، أنا لم أقل ما رأيت من مثلا من الطلاب، أو ما رأيت الطلاب إلا محمد، لا، حذف المستثنى منه. إذن هنا هذا نسميه ناقص منفي أو استثناء مفرغ أو ناقص. ما رأيت إلا محمدا، إذا محمدا مفعول به لأن الرؤية وقعت على محمد، كأنك تكون بالضبط رأيت محمدا. طيب لا يستذل إلا ضعيف، إذا هنا ضعيف بدل عفوا فاعل نائب فاعل، لأنه يستذل فعل مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله، كأنك بالضبط تقول يستذل ضعيف أكد. قال الله تعالى أو في القرآن أيضا وما محمد إلا رسول، أو هنا ما محمد إلا رسول، كأنها تقول بالضبط محمد الرسول مبتدأ وخبر، وما نافية وإلا أداة حصر واستثناء. طيب هل يندم إلا المجرم، كأنك تقول بالضبط يندم المجرمون، إذن المجرمون فاعل. إذن هنا في هذه الحالة عند الإعراب انظروا لا نعتد بالنفي وإلا، يعني نحذف النفي أو الاستفهام هكذا، يندم المجرمون أهو محمد الرسول هكذا، ونعد لا نعتد بالنفي وإلا كأنهما غير موجودين نحذفهم طبعا من الجملة، ثم بعد ذلك ماذا نعد. إذا انظروا مثلا هنا ما قام القوم إلا زيدا، أو ممكن مثلا ما قام القوم إلا زيدا ونقول قام ما قام إلا زيدا. انظروا المثال الأول قام القوم إلا زيدا، زيدا هنا واجب النصب على الاستثناء، يعني واستثنى منصوب وجوبا واجب. لماذا؟ لأنه تام منفي، تام يعني المستثنى مذكور، وهنا عفوا مثبت يعني ليس منفيا، إذن هنا نقول موجب أو يعني مثبت ليس منفيا، إذن هنا ماذا؟ موجب أو مثبت، يعني لم يسبق بنفي، لذلك هنا يجب النصب. انظروا هذا قام القوم إلا زيد، انظروا نفس هذا المثال بالضبط ما قام القوم إلا زيدا، إذن هنا فقط الاختلاف في النفي، هنا سبق بنفي، إذن هنا الاستثناء تام لأن المستثنى منه مذكور لكنه منفي، إذن يجوز فيه الوجهان، يجوز أن يعرض مستثنى منصوب ويجوز أن يعرض ماذا؟ بدل. إذن هنا مستثنى تقول ما قام القوم إلا زيدا أو إلا زيد، لذلك ما في قراءة في القرآن ما فعلوه إلا قليل أو قليلا، في قراءة قليلا بالنصب وفي قراءة أخرى طبعا بالنصب على الاستثناء، وفي قراءة أخرى إلا قليل، طبعا قليل إذن بدل، وإلا قليلا منصوب. طيب ما قام القوم إلا زيدا إذا سبق بنفي فهنا يجوز الوجهان. طب لو قلت هنا ما قام إلا زيد، هنا نسميه ناقص أو مفرغ. لماذا؟
لأن المستثنى منه ليس موجود، محذوف، القول محذوف، وفي نفس الوقت منفي يعني سبق بنفي. إذن زيد، ما يعربها زيد؟ تعرب حسب موقع في الجملة. انظروا، قام زيد أو ما قام إلا زيد، إذن فاعل حسب موقع. يعني نفس المثال، ولكن لو هنا طبعا هنا موجب تام موجب، هنا تام منفي، هنا منفي ناقص، وكل له إعراب. طيب هنا مثلا الاستثناء بغير وسوى وسوى إلى آخره. هنا قال ابن جرير رحمه الله: والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. ما معنى هذا الكلام؟ هو ابن جرير يقول أن المستثنى بغير وسوى يكون مجرور. لماذا يا إخوة يكون مجرورا؟ لأن غير، غير وسوى وسوى وسواء، هذه الأسماء ملازمة للإضافة، يعني ما بعدها يعرب مضافا إليه. ففي هذه الحالة المستثنى يعرب دائما مضاف إليه، ولكن غير وسوى وسواء هي التي ستأخذ حكم المستثنى. انظروا مثلا، يعني سوى وغير تأخذان أو تأخذ حكم المستثنى بإلا، يعني يعربان إعراب المستثنى بإلا بالضبط، والاسم الواقع بعدما يعرب مجرور على أنه مضاف إليه. فلهما ثلاث حالات، نفس ما كنا فيه إلا بالضبط. انظروا مثلا وجوب النصب على الاستثناء إذا كان الكلام تام مثبتا. انظروا حضر الطلاب غير طالب. انظروا مثلا الكلام هنا تام مثبت، تام المستثنى منه موجود، مثبت يعني لا يوجد نفي، لا يوجد ماذا نفي. إذن هنا غير تعرب مستثنى منصوب. طب في ما يعرب طالب؟ لا تنسى أن طالب هي المستثنى في الأصل في المعنى، لكن في الإعراب غير ستأخذ حكم المستثنى في الإعراب، إذن تعرب مستثنى منصوب، وطالب ستعرب مضاف إليه. يعني نفس إعراب إلا بالضبط، ولكن الفرق أن غير وسوى وسوى ستأخذ ماذا؟ حكم المستثنى منه، وطالب مضاف إليه. انظروا مثلا حضر الطلاب سوى أو سوى إلى آخره، مستثنى منصوب علامة نصبه الفتحة، وطالب مضاف إليه. طب انظروا مثلا ما حضر، الكلام هنا تام لكنه منفي، نفي هنا وتام لأن المستثنى منه مذكور. ما حضر طلب غير، يجوز أن أقول غير وغير، لأننا كنا إذا كان المستثنى أو كان الكلام تاما منفيا يجوز النصب على الاستثناء ويجوز البدل. إذن هنا غير مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ويجوز أن تعرب غير بدل من المستثنى منه، طبعا المدرس مضاف إليه المجرور. إذن غير مستثنى منصوب أو غير بدل مرفوع. كذلك هنا ما حضر الطلاب سوى، إذن هنا منفي وتام، تام لأن المستثنى منه ماذا؟ موجود، هذا تام، ومنفي لأنه سبق منفي. نعم سوى هنا لا، إما أن تكون مثلا مستثنى منصوب أو بدل ماذا؟ مرفوع من المستثنى منه، والمدرسين مضاف إليه مجرور. طب إذا كان يعرب حسب موقعه في الجملة، إذا كان الكلام منفيا ناقصا، يعني منفي ناقص يعني مفرغا، نسميه مفرغ، يعرب حسب موقعه في الجملة. يعني تقول ما مررت بغيري، طبعا بغير جر ومجرور، تعرب حسب موقعه في الجملة. إذا محمد مضاف إليه، أو ما رأيت السوى، يعني رأيت السوى، إذن سوى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، وزيد مضاف إليه. ما حضر غير محمد، إذن ما حضر غير، إذن غير فاعل، ومحمد مضاف إليه. انظروا مثلا حضر القوم غير زيد، ما حضر Thank you.
انظروا هنا مثلا حضرة، طبعا نحن كنا أن غير وسوى وسواء وسوى وسوى وإلى آخره تعرب إعراب المستثنى بإلا وما بعدها يعرب مضافا إليه. يعني تقول حضر القوم هنا تام لأن المستثنى منه مذكور وموجب يعني مثبت، لأن يعني ليس منفيا. إذن النصب وجوب النصب على أثناء، إذن هنا غير مستثنى منصوب وجوبا. طب ما يعرب زيد مضاف إليه. طب هنا ما حضر القوم طبعا منفي وتام لأن المستثنى منه مذكور لكنه منفي. إذن هنا يجوز الوجهان، يجوز أن يكون غير مستثنى منصوب وغير بدل ماذا؟ بدل من المستثنى منه، وزيد ماذا؟ مضاف إليه. طيب ما حضر غير زيد، إذن ما حفنا نلاحظ هنا نفي والمستثنى منه ليس موجودا. ما حضر غير، إذن هنا غير فاعل تعرب حسب موقعه في الجملة لأن المستثنى مفرغ ناقص ليس موجود، إذن يعرب حسب موقعه في الجملة. إذن غير فاعل وزيد مضاف إليه. إذن معنى ذلك أن غير وسوى وسوى إلى آخره تعرب إعراب المستثنى بإلا بالضبط وما بعدها يعرب مضافا إليه. طب هنا المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز فيه حالتان، ممكن تستعمل خلا وعدا وحاشا تستعمل أفعالا والمستثنى بعدها يعرب مفعولا به، ويجوز أن تستعمل حروفا يعني حروف جر وما بعدها يكون اسما مجرور. يعني لو قلت حضر الطلاب عدا طالبا، لو قلت طالبا بالنصب بمعنى ذلك أن طالبا مفعول به وعدا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. أما لو قلت حضر الطلاب عدا طالب، إذا طالب هنا اسم مجرور وعدا حرف جر مبني على السكون، فلك أن تقول طالبا ولك أن تقول ماذا؟ طالب. فلو قلت طالبا إذا مفعول به منصوب وعدا فعل ماضي. أما لو قلت طالب إذا معنى ذلك أن عدا حرف جر، فيجوز أن تستعمل خلا وعدا وحاشا حروفا ويجوز أن تستعمل ماذا؟ أفعالا، وتقول حضر الطلاب خلا طالبا، خلا ماذا؟ حضر الطلاب خلا طالبا، إذا طالبا مفعول به، إذا خلا فعل ماضي مبني على الفتح، ولا ننسى أن فاعل خلا وعدا وحاشا مستتر وجوبا تقديره هو. طيب وممكن تقول خلا طالب، إذا خلا حرف جر وطالب اسم ماذا؟ مجرور. كذلك حاشا طالبا مفعول به، إذا حاشا فعل ماضي والفعل مستتر وجوبا. ولو قلت حاشا طالب، إذا هنا طالب اسم مجرور وحاشا ماذا؟ حروف. إذا معنى ذلك في هذه الحالة طالبا، إذا خلا وعدا وحاشا فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله مستتر وجوبا تقديره هو. فهل فعل خلا وعدا وحاشا يستتر وجوبا لا يظهر، وطالبا مفعول به. وهنا في هذه الحالة طالب، إذا خلا وعدا وحاشا هنا ماذا؟ حرف جر مبني على السكون وطالب اسم ماذا؟ اسم مجرور. هنا لو تلاحظون أنا لم أذكر ما، يعني لم أكل حضر الطلاب ما عدا، لم تسبق خلا وعدا وحاشا بما. طيب تنبيه، في الحالتين السابقتين التي ذكرتها سابقا يجوز أن تستعمل أفعالا أو ماذا؟ أو حروف. أما إذا دخلت ما على خلا وعدا، دخلت ما عليها فلا تستعمل حروف، تستعمل أفعال فقط. أفعال ماذا؟ فقط. لماذا؟ يعني لو قلت مثلا حضر الطلاب ما حاشا أو ما خلا أو ما عدا أو ما حاشا، إذا في هذه الحالة تستعمل أفعالا فقط. لماذا؟ لو دخلت ما على خلا وعدا تستعمل أفعالا فقط، لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الفعل وما بعدها يعرب مفعول به. فتقول مثلا لو قلت حضر الطلاب ما عدا أو ما خلا تقول طالبا، ولا يجوز أن تقول طالب،
لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الفعل، معنى ذلك أن خلا وعد في هذه الحالة لا يجوز أن تستعمل حروف. إذن ما إذا الخلاصة خلا وعد وحاش تستعمل أفعالا وحروفا، تستعمل أفعالا طبعا وحروفا إذا لم تسبق بماء المصدرية. أما لو سبق بماء المصدرية تستعمل ماذا؟ تستعمل أفعالا فقط. يعني نقول مثلا حضر القوم، ممكن نقول خلا أو مثلا عدا أو حاشا أو حاشا. ممكن أقول زيدا مثلا، وممكن أن أقول ماذا؟ زيد. انظر نقول حضر القوم خالة أو عدا أو حاش، ممكن أقول زيدا أو زيد. لو قلت زيدا يجو، إذا مع ذلك خالة أو عدا أو حاش تورب ماذا؟ فعل ماضي والفعل مستتر، وزيد هنا ما زيد هنا مفعول به. ويجوز أن تقول حضر القوم خالة أو عدا زيد على اعتبار زيد اسم مجرور، وماذا؟ وخالة وعدا وحاش حرف جر. أما لو توجد ماء تقول حضر قوم ما خلا أو ما عدا أو ما حاشا مثلا، لأن حاشا فيها خلاف في دخول ماء المصدرية عليها. المهم لو وجدت ماء إذا في هذه الحالة لا يجوز أن تعرب زيد مفعول به، فقط اسم مجرور، فقط زيد مفعول به. لماذا؟ لأن ماء المصدرية لا تدخل إلا على الفعل، ففي هذه الحالة لا يجوز أن تستعمل خلا وعدا وحاشا أفعالا حروفا، تستعمل أفعالا فقط. إذا معنى ذلك إذا هنا خلا وعدا وحاشا أنها تستعمل أفعالا وأحرف إذا لم تدخل عليها ماء المصدرية، أما إذا دخلت عليها ماء المصدرية تستعمل أفعالا فقط. ننظر هنا مثلا يقول لك أخرج زيدا من حكم الحضور باستعمال أساليب الاستثناء وغير ما يلزم، يعني تقول مثلا ذهب المعلمون إلى المدرسة إلا زيدا. طبعا نلاحظ هنا ينصب المستثنى لأن الاستثناء تام موجب، تام يعني المستثنى منه مذكور، موجب يعني لم يسبق بنفي، إذن هنا النصب على الاستثناء واجب. طيب تقول مثلا ذهب المعلمون غير زيد، إذن هنا نلاحظ هنا تام هنا غير منصوبة، لأن قلنا غير تأخذ حكم المستثنى بإلا. طيب إذا هنا منصوبة وجوبا، لماذا؟ لأن المستثنى تام موجب لا يوجد نفي، وزيد مضاف إليه. أو ذهب المعلم المدرسة سوى نفس الإعراب، ولكن هنا مستثنى منصوب بالفتحة المقدرة على الألف وزيد. إذا هنا نلاحظ يجر المستثنى، يعني المستثنى في الأصل، لأن زيد هي مستثنى في الأصل، بإلا بالإضافة بعد غير وسوى، ويأخذان حكم المستثنى بإلا، يعني غير وسوى يأخذان حكم المستثنى بإلا. طيب ذهب المعلمون إلى المدرسة ما عدا، لا ننسى ما موجودة، زيدا، إذا زيدا تعرب فقط مفعول به، إذا ينصب لأنه مفعول للفعل الماضي عدا، إذا في هذه الحالة لا يعرب إلا مفعولا به. لماذا؟ لأن عدا سبقت بماذا؟ بماء المصدرية. انظروا مثلا ذهب المعلمون إلى المدرسة عدا زيدا وعدا زيد، إذن يجوز الوجهان لأن عدا لم تسبق بماء المصدرية، إذن يجوز أن أقول زيدا مفعول به وعدا فعل ماضي، ويجوز أن أقول زيد اسم مجرور وعدا حرف جر. ونفس الأمر في خال زيد وحاشا زيد، نفس الأمر يجوز أن أقول لو قلت زيد إذن خال ماذا؟ اسم مجرور. ولو قلت حاشا زيد خلا حرف جر وزيد اسم مجرور، ولو قلت زيد إذا زيد اسم مجرور وحاشا ماذا؟ وحاشا حرف جر. إذا يجوز في المستثنى بعد خلا وعدا وحاشا أن تستعمل أفعالا، والمستثنى بعدها يعرب مفعول به، وتستعمل حروف وما بعدها اسم مجرور، وذلك إذا لم تسبق بماء المصدرية. ذهب المعلم إلى المدرسة ما عدا، هنا ما موجودة،
إذا تعرب أفعالا فقط، إذا زيد المفعول به وعدم خلا فعل ماذا؟ فعل ماضي. إذا يعرب مستثنى بعد ما خلا ومن عدا مفعولا به، لأن ما المصدرية تدخل لأن ما المصدرية طبعا دخلت عليهم، وما المصدرية تدخل إلا على الفعل. هو يقول لك أكثر زيدا على الحضور باستعمال أسلوب الاستثناء، يعني يجعل أن القصر إخوة يعني أخص تخصيص، يعني لو أنا قلت ما حضر الطلاب إلا زيدا، يعني أنا قصرت زيدا على حكم الحضور مثلا. إذن هنا لاحظ مثلا ما حضر الطلاب إلا زيدا أو إلا زيدا، إذن هنا أنا قصرت الحضور على زيد فقط، أنه لم يحضر إلا زيدا، بخلاف لو قلت حضر الطلاب إلا زيد هذا موضوع آخر. المهم إذن هنا نلاحظ ما هنا حرف نفي، والطلاب إذن هنا منفي تام، إذن يجوز كل وجهين، يجوز أن أقول زيدا مستثنى منصوب، ويجوز أن أقول زيد بدل. أما هنا ما حضر إلا زيد، أنا كسرت زيد الحضور على زيد، لكن الإعراب زيد فعل وزيد هنا فاعل، يعرب حسب موقع في الجملة، لماذا؟ أنه ناقص وماذا؟ وفي نفس الوقت منفي. طيب ما رأيت إلا زيدا، نفس الأمر، زيدا مفعول به، لماذا يعرب حسب موقع في الجملة المستثنى؟ يعرب حسب موقع في الجملة، لأن المستثنى منفي ناقص، منفي ناقص، المستثنى منه لم يذكر، ومنفي، سبق بنا. إذا هنا حضر زيد، إذا زيد فاعل. ما رأيت إلا زيدا، رأيت زيدا، زيدا مفعول به. يعني نحذف ما وإلا رأيت زيدا هكذا. ما مررت إلا بزيدا، كأنك تقول بالضبط مررت بزيدا. ولكن الفرق، طب إذا سأل سائل، ما الفرق بين ما مررت إلا بزيد ومررت بزيد؟ لو قلت ما مررت إلا بزيد، إذا أنت مررت بزيد فقط. هذا نسميه قصر، أو قصرت المرور على زيد فقط. ولو قلت مررت بزيد، إذن أنت ممكن تقول مررت بزيد وبشخص آخر غير زيد. المهم الإعراب هذا المعنى بلاغي، أسلوبه سأبوسه في أسلوب القصر إن شاء الله في البلاغة. المهم إذن هنا الإعراب، ولكن الإعراب واحد، بزيد جر ومجرور، وبزيد هنا جر ومجرور. قال الشنقيطي رحمه الله باب الاستثناء إلا وغيره وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا، الاستثناء حوى، يعني هم يستعملان من الاستثناء إذا تم، إذا الكلام تم، تم يعني المستثنى منه موجود وهو موجب يعني ليس منفيا، فما أتى من بعد إلا ينصب، إذا معنى ذلك المستثنى بعد إلا ينصب وجوبا. تقول قام القوم إلا عمرا، إذا عمرا مستثنى منصوب وجوبا لأن المستثنى تام موجود يعني وموجب يعني لم يسبق بنفي. وقد أتاني الناس إلا بكرا، نفس الأمر، المستثنى منه موجود الناس وهو موجب يعني ليس منفيا، إذا بكرا منصوب. وإن بنفي وتمام حلية، يعني سبق بنفي لكنه تام، يعني المستثنى منه موجود لكنه مسبوق بنفي، فأبدل أو انصي أو بالنصب جيء مستثنين، يعني يجوز لك لو كان الكلام منفي تام إذا يجوز لك الإبدال أو النصب، كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا، إذا هنا أحد طبعا أحد تدل على العموم، فأحد هنا مستثنى منه، يعني أحد مستثنى ماذا؟ مستثنى منه. طيب إذا المستثنى منه موجود، ولكن كلام لم، إذا لم يهم هنا نفي، إذا هنا منفي تام، إذا يجوز فيه الوجهان، كلام يقم أحد إلا صالح، إذا صالح بدل من أحد، أو صالحا إذا مستثنى منصوب، فهو لزين صالح، يعني يجوز هذا ويجوز هذا. أو كان ناقصا، معنى ناقص يعني المستثنى منه ليس موجود ومنفي، فأعربه على حسب ما يجيء فيه العمل، يعني حسب موقعه في الجملة، كما هدى إلا محمد، انظروا ما هدى إلا محمد، إذا النفي سبق بنفي والمستثنى منه ليس موجود، يعني لم يقل مثلا ما هدى الناس وإلا مثلا من الناس إلا محمد مثلا، إذا هنا محمد فاعل لأنه هنا ناقص منفي يعرف حسب موقعه في الجملة.
وكذلك أيضا عبدت إلا الله، عبدت فعل وفاعل والله مفعول به. إذن هنا عبدت فعل وفاعل، إذن هنا نلاحظ هنا المستثنى منه لم يذكر، إذن هنا ناقص. وبعد ذلك وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد، نفس الأمر إلا بأحمد جر ومجرور، إذن يعرف حسب موقعة الجملة أنه ماذا؟ مستثنى منفي أو مفرغ أو ناقص، يعني مستثنى منه ليس مذكور. وحكم ما استثنته غير وسوى وسوى أن يجر، يعني بعد ذلك أن المستثنى أو الاسم الذي يأتي بعد غير وسوى مثلا يعرب مضاف إليه مضاف إليه مجرور. طيب وانصب واجرر ما بعد بحاشة وخال وعدا، يعني ما بعد خال وعدا وحاشة ممكن أن ينصب على أنه مفعول به أو اسم مجرور. فلو قلنا طبعا تستعمل أفعالا وحروفا، وفي حالة النصب بها الفعلية، يعني لو نصبت ما بعدها فهي فعل فهي أفعال، وحالة الجر بها الحرفية، فلو هي ما بعدها مجرور فهي ماذا؟ فهي أفعال فهي أحرف جر. تقول قام القوم حاشا جعفرا، إذن هنا جعفرا مفعول به وحاشا ماذا؟ فعل ماضي. أو جعفر، لو قلت جعفر إذن جعفر اسم مجرور وحاشا ماذا؟ حرف جر.